فذرهم ايش الاسلوب هذا؟ فذرهم تهديد. ها تهديد هذا الى يومنا هذا نستعمل ولا لا؟ ايش نقول بلهجتنا؟ خله اتركه. ها اتركه بياكلها. خله يتمادى. خله بيجيك خبر صح. فربنا جل وعلا يقول فذرهم اتركهم، فامرهم ايش؟ اليه سبحانه وتعالى. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. هذا اليوم قد يكون متى يا اخوان؟ قبل الموت صح. ياتيهم يوم وقد يكون في القبر ويكون في الاخره. فاذاك حتى من العلم من استنبط من هالآية اثبات عذاب القبر، لان هذا العذاب ممكن ياتي قبل ان يلاقوا الله عز وجل. فقال فذرهم يخوض، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فاتركهم ايها الرسول في عنادهم وجحودهم حتى يلاقوا يوم الذي فيه يعذبون، وهو يوم القيامه. فلذلك ياتي الان في الايات اللي بعدها وان الذين ظلموا ها عذابا دون ذلك، يعني في عذاب بعد دون عذاب يوم القيامه، فهذا فيه اثبات عذاب القبر. نعم.